وحشتيني. كذاب. ليه كده يا بنت الحلال؟ يعني أنا بقول لك كلمتين حلوين وأنتي تصديني كده؟ أنا مش قصدي، بس أصلي يعني. إيه؟ مكسوفي؟ أقول لك الحق؟ وأنتي تقدري تقولي حاجة غير الحق؟ ده أنا أزعل منك قوي. طب إن شاء الله أموت، وإن شاء الله ما يطلعش عليا نار لو أي مرة أطلع كلمة واحدة من ورا قلبي. أقول لك على حاجة، على النعمة من نعمة ربي. أنا ما مصدق إن إحنا اتجوزنا وقاعدين في أوضة واحدة. إيه مالك؟ مالك؟ أنا في حاجة كده حاسة في نفسي وعايزة أفضفض بيها كده من أولها. قولي قولي يا ألبس ليه؟ أنا عارفة إن أمك ما كانتش راضية على الجوازة دي. ومين اللي قال لك كده بس يا بنت الناس؟ البلد كلها عارفة أمك ما كانتش راضية لا عني ولا على الجوازة من أصله. وأبوك الحاج الله يكرمه هو اللي نصفني. بس أديكي قلتيها بعظمة لسانك، أبويا الحاج قال كلمته، وطالما أبويا الحاج قال كلمته مفيش كلمة تانية تتني ورا كلامه خلاص. ما هو أنا هنقعد معاها في بيت واحد وليل ونهار وشي في وشي، وأنا بقى نخاف بقى إن يحصل أي حاجة. ورب محمد شكلك مرة بتحبي النكد، وأنا ما بحبش النكد. بقى أنا عمال أقول لك إحنا قاعدين لوحدينا واتجوزنا وقاعدين في أوضة لوحدينا واتجوز شرع ربنا، وأنت عمال تقولي كلام ماسك كده. إيه يا بنت في إيه؟ مالك؟ ما هي مش قصدي، أنا بس خايفة أي حاجة تحصل وبعدين تفتكري ان انا السبب. يا بنت انا مش عايزك تفكري في اي حاجه دلوقتي غير اني وانتي قاعدين لوحدنا واتجوزنا وحلال وشرع الله. بعدين امي زي اي ام في الكفر عايزه اتجوز ابنها لجنيه طالعه من تحت الارض لملاك نازل من السماء. نقول لها ايه؟ كلامك ده في الاحلام يا حجه ولا نسمع ونسكت؟ لا نسمع ونسكت. يعني ليلتنا بيضه بالصلاه على النبي. ايه دي؟ طب ما تغير هدوم. انا ما بغيرش هدومي. ايه؟ مفيش حمد لله على السلامة؟ بقول لك ايه؟ أنا مش طايقاه. ليه يا بنت في ايه؟ أهو كده. هما كانوا اخترعوا زفت الاسم المحمول ده ليه؟ مش عشان لما نتصل بيه ترد عليا وتطمني ولا تطنشني كده؟ صح، في دي عندك حق. وبعدين بقى بصراحة كده أنا قلبي وكيلني. سفرك مصر ده بقى كتير، شكلك كده متجوز عليا. مش بقول لك طول عمرك بجرة، أنا أتجوز عليكي. ايه؟ ما هم الله يرحمها قالت لي الرجاله كلها صنف واحد. الله يرحمك يا حماتي ويرحم الحكم والمواعظ بتاعتك، كانت ست حكيمه. ايه؟ امي مش عاجباك ولا ايه؟ لا عشت ولا كنت، دي كانت حبيبتي. طيب قول لي بقى، هو انت كنت في مصر بتعمل ايه وما بتردش على التليفون ليه؟ انا كنت بحاول اجيب لك هديه عشان افاجئك. يا نهار اسود، شاف؟ اهو شاف؟ وجعتك صدى ومهببه، كنت بتجيب هديه؟ ها؟ ما هم الله يرحمها قالت لي الرجاله لما تحبي تعمل عامله سودة لازم تجيب هديه لمراتها عشان تداري على اللي عملته. الله يرحمك يا حماتي ويرحم الحكم والمواعظ بتاعتي، احنا مش نخلص من امك دي يا سعدي. ايه رايك؟ ايه دي؟ دي الهديه، شفتها عجبتني اشتريتها. ده حلو قوي. طب انا مش هشوفه عليكي بقى ولا ايه؟ وانت يا اخويا من امتى كنت بتجيب هدايا من النوع ده؟ اصل يعني حسب الحكم والمواعظ بتاعت حماه الله يرحمها، وانا يعني بحب اسمع كلامها، بتقول لما راجل كانت بتبقى مراته وحشيه قوي كان يجيب لها هدايا من النوع ده فتتبسط فوحشاني. ايه الله يرحمك ياما، بتقولي حكم ومواعظ حلوه. طب انا عايز اشوفه عليكي دلوقتي حالا حالا. تشوف ايه وزفت ايه؟ دمك تخرب بيتك وبيتي والطربقه على دماغنا احنا الاثنين. لسه كنت نادي عليه من شويه وبتقول لي انت يا زفته يا محاسن، انزلي يا بنت عشان تخبزي الفطير. قلت لها حاضر ياما. امك ايه وامي ايه دلوقتي؟ بقول لك هتنادي عليا دلوقتي وهتشوف. يا بنتي مش هتنادي. يا ايوه يا لا يا محاسن. انتوا بتعملوا ايه؟ ما بنعملش حاجه ياما، احنا قاعدين وبعدين والنعمه مالك اهو ابني. مفيش حاجة يا عم. أنا طول الليل وأنا قلبي مشغول عليك. مالك يا محاسن؟ فيك إيه يا بت؟ أنا عارف إنك زعلانة مني، بس انت عارفه ان باظ من عندي. انا بحبك ومش قادر اعيش مع واحده غيرك.
والله العظيم بحبك، وعمري ما أحب حد قد ما حبيتك. ما تزعليش مني يا حسن. حسن بنتي يا محسن، محسن لا لا محسن يا محسن الحقوني يا ناس يا محسن، محسن فيك يا بنت. لا إله إلا الله، ما تسيبيني محسن، ما تسيبينيش. لا أنا السبب، أنا السبب والله العظيم أنا السبب. محسن ما تسيبينيش يا بنت. لا لا يا محسن.